سبب الاسعار الغلاء هذا الصرف، في ناس معتمدين على الاغنام هذه وربوها، يعني ناس ضباحة يقوا يبيعوها بكم اغلى، يعني عشان يشتروا اسعار المواد الغذائية، المواد كل حاجة مرتفعة، سبب الصرف كل شيء مرتفع بالبلاد. قلنا اول حاجة يضبطوا الصرف، يضبطوا العملة، انقص كل شيء، لانه الان اللي معه فلوس معه ذا ما يربيش غنم، يربوها ولا المساكين الضباحة، ويجي يبيع على كبير سعر ناقص، مش معقول. أنا كمواطن يعني أعاني من ارتفاع أسعار اللحم، وبعض الأسر ما يقدروا يحصلوا على اللحم يعني إلا في السنة مرة أو في السنة مرتين، وهذا برضه يعني أسباب كثيرة لارتفاع اللحم، المعيشة، الارتفاع برضه العملة، الأوضاع متردية، الرقابة، غير ما فيش موجود الرقابة علشان تضبطهم. شغال.